بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. نتابع مع رياض الصالحين باب في اليقين والتوكل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اليقين والتوكل عليه تبارك وتعالى حق توكله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قيل معناه يعني متوكلون على الله سبحانه وتعالى، وقيل قلوبهم رقيقة. وفي هذا الحديث أصل عظيم في التوكل، وحقيقته الاعتماد على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان، واعلم أن التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، فإن الطير تغدو في طلب رزقها، وقد قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني هذه الطير تخرج في الصباح وهي خاوية البطون، وتعود وهي مليئة البطون بأمر الله تبارك وتعالى. قال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني في الطلب من الله سبحانه وتعالى وفي الإقبال على الله تبارك وتعالى، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وعن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام السمرة اللي هي الشجرة، علق سيفه على يعني هذه الشجرة، ونام الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترق علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطان. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. سلاسا ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. العلماء بيضعوا عنوان لهذا الحديث، يقولون: العفو عند المقدرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر أن يقتل هذا المشرك يعني في هذه اللحظة، لسيما هو البادي، هو اللي بدأ واخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك منه؟ وانظر إلى اسم الجلالة حينما يقال يزلزل قلوب المشركين. قال: الله. فوقع السيف من يد، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ السيف كده ويقول له: من يمنعك مني؟ ما يقول هذا المشرك؟ يقول: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا أقاتله، فرجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئتكم من عند خير الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عند المقدرة صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث في قوة يقين النبي عليه الصلاة والسلام وتوكله على الله عز وجل وعفوه وحلمه ومقابلة السيئة بالحسنة ومحاسن أخلاقه وكمال كرمه. وقد قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عمر رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. معناه تذهب أول النهار خماصة، يعني ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون، أي لو توكلتم على الله عز وجل في ذهابكم ومجيئكم وتصرفكم لسهل لكم رزقكم سبحانه جل وعلا. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وكل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. يبقى ده بيدخل في أذكار النوم، وفي الحديث في فضل الاستسلام والتفويض والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى حتى في لحظة النوم. يعني بمعنى كده بمعنى آخر، ما تشيلش هم الغد لما تيجي تنام على فراشك، ما تقولش بكرة هعمل هخلي ضع الأمور على الخالق سبحانه وتعالى. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، هو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، الجميع صحاب، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، وما فيش بقى عنكبوت ولا حمامة بيضة ولا الكلام ده، الكلام ده كله يعني من كلام من لا علم له، أو أحاديث موضوعة ضعيف حتى تضعف في التوكل على الله عز وجل. لا، الغار بالفعل مفتوح والكفار واقفين أمام الغار، ما فيش حاجة، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي أخذ بأبصارهم، كما أخذ بأبصارهم حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفتية من كل قبيلة رجل قوي شجاع واقف كده ومسك السيف ومستني النبي صلى الله عليه وسلم يطلع، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويضع على رؤوسهم التراب وينجي الله سبحانه وتعالى، ويقرأ الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. من الذي خلق البصر؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أخذ بأبصارهم. فجم الكفار حينما يعني أرادوا أن يبحثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا هناك عند الغار، عند باب الغار، فأبو بكر رضي الله عنه ينظر فيرى أقدام المشركين، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ يبقى في الحديث في تنبيه على أن من توكل على الله كفاه ونصره وأعانه وكلأه وحفظه سبحانه وتعالى. وعن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية ابن أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يا برضو الحديث ده فيه تمام التوكل على الله عز وجل واليقين في الله عز وجل. أنت خرجت من بيتك متجه إلى إلى عملك، اجعل توكلك على الله سبحانه وتعالى، سيما وأنت لا تعلم ما يدور في هذا اليوم، أنتش عارف أحداث اليوم ده، ممكن تتشاكل مع حد، ممكن حد يأذيك، أو ممكن أنت يعني تأذي حد أو الكلام ده، فأنت تلتجئ إلى الله عز وجل: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، فيكون عندك توكل على الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. في رواية يقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟
ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله، ولا قوة على الطاعات إلا بالله. وروي عن ابن مسعود قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتها، فقال: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله عز وجل. قال بعض العلماء: ولعل يعني التخصيص بالطاعة والمعصية لأنهما أمران مهمان في الدين. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.